Les élèves de la deuxième année secondaire, vous êtes les bienvenus à notre chaîne PDC français. طلاب تانية ثانوي أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الخمستاشر من شرح المنهج على قناتنا PDC français. واللي فاتوا أي حلقة من الحلقات اللي فاتت هيقدر يلاقيها بسهولة على القناة في الجزء المخصص لتانية ثانوي. مبدئيا بس كده يا شباب، قبل ما ابتدي اقول لكم احنا المفروض هناخد ايه النهارده. دلوقتي احنا القناه المفروض بتنتقل من مرحله لمرحله تانية، فمحتاجه فعلا كل الدعم منكم في انكم تعملوا لايك وكومنتس كتير وتعملوا شير لكل الناس اللي تعرفوها. لو فعلا انتوا حاسين ان انتوا بتستفيدوا من اللي احنا بنعمله ليكو، فالحاجة الوحيدة اللي مطلوبة منكو هي الدعم لكل الحاجات اللي بتنزل على القناة. احنا طلاب في تانية ثانوي، بس ممكن يبقى في تفاعل كمان على فيديوهات اولى ثانوي وثالثة ثانوي. ده هيساعدنا اكتر ان احنا نتنقل من المرحلة ديت ونقدر نستمر معاكم. هقول لكم ايه النهاردة الحاجات اللي ممكن ناخدها. النهارده هنكمل اللسان الثالثه اللي هي بارلي دي بروفيسيون، هشرح فيها الجرامير، هشتغل فيها بارت الكومونيكي وكمان السيتواسيون البروديكسيون، وهحل اكزرسيس على الفوكابولير بتاع المره اللي فاتت اللي كان بتاع اللسان برضو. طيب تعالوا نبدا كده مع بعض على طول. بيقول لي ان اول حاجه عندي، اول لسان عندي هي لو فيمينان دي نوم دو بروفيسيون، تأنيث المهن اللي موجودة عندي. ازاي اعمل مؤنث يبقى فيه مؤنث ومذكر للمهن اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت كفوكاب بس، تمام؟ في طبعا الرول الاساسية عشان احول اي حاجة من ماسكولين لفيمينا ان احط اخرها او. فمثلا زي كلمة انا فوكا اللي هو المحامي هتبقى ان افوكات، غيرت الارتيكل من ان لان، وافوكا زودت اخرها او بقت افوكات. ان بروفيسور اللي هو المدرس نفس القصة برضو، هتبقى ان بروفيسور وحطيت اخرها ايه او. طب انا لو المهنة اصلا عندي اخرها او، يبقى هتفضل زي ما هي، وكل اللي انا هغيره بس ان انا هحول الارتيكل من ان لان. زي كلمه بانتر اللي هو الرسام، ان بانتر هتبقى ان وبانتر. ان فوتوغراف اللي هو المصور هتبقى ان فوتوغراف. ان فيترينير هتبقى برضو ان فيترينير اللي هو طبيب البيطري. ان جورناليست هتبقى ان جورناليست اللي هو صحفي. طيب لو المهنه اخرها او ار، تمام، تعالوا نشوف الحته دي كده. لو اخرها او ار انا بعمل ايه؟ بزود على الاو اكسون وبزود اخرها او، يعني بحول الاو ار دي لار. زي ان انفيرميير اللي هو الممرض هتبقى ان انفيرميير. ان كويزينيير اللي هو الطباخ هيبقى ان كويزينيير. ان بولانجي اللي هو الخباز هتبقى ان بولانجير، تمام. طب لو اخر المهنه او يو ار، هشيل الار وازود اس او، او احول الاو يو ار لاو يو اس او. زي فوندور اللي هو البائع هتبقى اون فوندوز. زي كوافير اللي هو الكوافير هيبقى اون ايه؟ كوافوز. طب لو المهنه اخرها تر، مش ار بس، اخرها تر، التر دي هتتحول لتريس، هتتحول لتريس، ما عدا واحدة بس منهم اللي هي شانتور. شانتور هتبقى شانتوز زي القاعدة القديمة، بس في اكتر اللي هو الممثل هتبقى اكتريس، ودي سيناتور اللي هو رسام بس مش رسام بالقلمة الالوان، هيبقى رسام بالقلمة العادية هتبقى ايه؟ دي سيناتريس، تمام. واستثنيت من الكلام ده شانتور هتبقى شانتوز. طب المهن اللي اخرها ايا هتبقى ايان. زي فارماسيان اللي هو الصيدلي هتبقى ان فارماسيان، وزي انفورماتيسيان اللي هو الاخصائي بتاع الاي تي هتبقى ان انفورماتيسيان، تمام. طب في اسامي مهن ملهاش اساسا مؤنث ومذكر، زي بومبي بتفضل بومبي طول حياتها، ميدسان بتفضل ميدسان، تمام، ما بتتغيرش، خلاص. طيب تعالوا نشوف كده المهن دي. طبعا هتبقى مون فيس اي انفيرميي، انفيرميي القاعدة بتاعت الاي او ار او الاو ار هتبقى ان انفيرميير وازود اخرها ايه؟ او، تمام. ممكن نكتبها هنا لو في بارت فاضية ينفع اكتب فيها، اهي مفيش. طب ممكن نصغر البرش شوية، اهي
بنحاول نكتبها تحت. تمام، هتبقى ان انفيرميير اللي هي هتبقى كده. تمام، ده بالنسبة لنيميرو ا. خلاص تعالوا نشوف بعد كده بيقول لي ايه. بيقول لي مون اونكل اي بولانجي، يبقى باتونت ايه هي هي نفس الرول، بو لونجير. تمام، يا رب يكون في اوبشن انه يغيرها. لا طبعا بحلم. بولانجير، اوكي. طيب تعالوا نشوف بعد كده بيقول لي ايه. Ce monsieur est coiffeur. Coiffeur, يبقى ال EUR بتتحول ل EUS، هتبقى coiffeuse. coiffeuse. تمام، مجدي est vendeur. vendeur برضو ال EUR، هتبقى vendeuse. vendeuse. تمام، بعد كده عندي بيير اي انفورماتيسيان، اللي اخرهم اي او ان، هتبقى انفورماتيسيان. انفورماتيسيان. تمام، بعد كده عندي افوكا، هتبقى افوكات. تمام، بعد كده عندي شانتور، هتبقى شانتوز. و بنتر هيفضل بنتر عشان اخرها او. تمام، ده كده ان انا احول من ماسكولين لفيمينا. تعالوا نشوف الباج اللي بعد كده بيقول لي ايه. اكتيفيتي برضو، سي مون امي اليه. مون امي ده ماسكولان، يبقى لازم ادور على حاجه ماسكولان. جورناليست هي الحاجه الوحيده اللي اخرها او، سواء ماسكولان او فيمينا، اللي هي الاجابه نيميرو ا. نيميرو 2، ال سابيل صوفي الي. تمام، يبقى انا عايزه مهنه بنت، يبقى هتبقى انفيرمير، اللي هي اجابه نيميرو بي. جي ان فرير الي، ده ولد، يبقى بدور على اللي اخرها ما اخرهاش او، اللي هي بروفيسور، اللي هي الإجابة نيميرو أ. أنغام إيه؟ أنغام دي بنوتة، يبقى شانتوز، الإجابة نيميرو سي. مسيو توماس ده كده ولد، يبقى إيه؟ مين اللي فيهم ديريكتور؟ هي الإجابة نيميرو دي، هي الوحيدة اللي تنفع. ما جرامير حد بنت، يبقى فلوريست اللي آخرها أ، الإجابة نيميرو سي. سو مسيو، تمام دي مذكر، يبقى عايزة أقول إيه؟ هقول فيترينير، لانها من ضمن الحاجات اللي اخرها او اصلا. اجابة نيميرو ا. الي ديجيزي ا، ده ولد، يبقى بومبي عشان بتنفع مع كلهم، بتنفع مع كله. تمام، ترانسفورم الفراز او فيمينا كوم دون ليكزامبل، احول كل الجمل دي لفيمينا زي ما موجودة عندي فين في الاكزامبل هنا. تمام، الناس اللي معاها الكتاب هتبتدي تفتح الكتاب بتاعها معايا. باج هقول لكم حالا 159، 159. واللي مش معاها الكتاب مضطرة تنقل الاكتيفيتي ده عشان هنفتح صفحة وورد ونحله مع بعض فيه. تمام، نعمل بوز للفيديو وننقله عشان هنفتح صفحة وورد ونحل مع بعض فيه. تمام، يلا بينا نعمل كده دلوقتي، نجيب صفحة وورد جديدة ونشتغل فيها. تمام، طيب نيميرو 1. طبعا هو هنا مديني اكزامبل اصلا، بيقول لي مارك ان فيرميير اي صوفي، فساعتها صوفي اي انفيرميير. بيير اي فوندور اليا، تمام هقول ليا اي فوندوز. تمام، طبعا ليا هنا في اكسون ناقصه، الاو اكسون.
تمام، هتبقى ليا اي فوندوز عشان الفيمينين بتاع فوندور فوندوز. تعالوا نشوف نيميرو دو بيقول لي ايه. بيقول لي نيكولا اي فوتوغراف اي كاميل، كاميل بنوتة. تمام، برضو هقول ايه فوتوغراف، وفوتوغراف مش من ضمن الحاجات اللي بتتغير لان هي اوريدي اخرها او. تمام، نيميرو 3 بيقول لي كريستوف اي اكتر، لويز لويز. تمام، دي بنت. اي اكتر الفيمينان بتاعتها اكتريس اكتريس. نيميرو 4 بيقول لي تيو اي ميدسان اي اني، هقول له اني وميدسان زي بومبي من ضمن الحاجات اللي ما بتتغيرش، يبقى ميدسان هتبقى زي ما هي ما بتتغيرش اي ميد سا. تمام، نيجي نيميرو 5 دلوقتي. بيقول لي نيميرو 5 بيقول لي لوك اي فارماسيان اي اليز، هقول له ان اليز فارماسيان اخرها اي او ان، يبقى انا هزود ايه، هزود ان او كمان، يبقى اليز اي فارماسيان. تمام، نشوف، هنشوف نيميرو 6 دلوقتي. تمام، 6 بيقول لي فرانسوا اي شانتور اي ليلى، ليلى اي شانتوز، شانتور شانتوز، ده الاكسبسيون بتاعت ال او يو ار. تمام، هاجي بعد كده ست بيقول لي يوسف اي بولانجي اي اميره، اميره اي بولانجي، هتبقى بولان بولانجير. تمام، تعال نشوف الار اكسنت جراف بولانجير. تمام، وبكده يبقى الاكسرسيس الاكتيفيتي ده بالنسبة لي خلاص. طيب تعالوا نطلع بقى فوق نكمل اللسان التانية بتاعت الجرامير اللي كانت عندي هنا. بيقول لي فيها ايه بالظبط، يلا بينا. طيب هنا بيقول لي اهو لو ديجيزمون دي بيرسون، ازاي التنكري الشخص، او لو انا عايز اسأل عن تنكر شخص معين او اوصف التنكر بتاعه هقول ايه، هستخدم اتر ديجيزي اه، ولو هي بنت هتبقى او. تمام، والمهنه او الوظيفه اللي هو اتنكر فيها زي مثلا فالنتين اي ديجيزي ان انفيرميير، او هستخدم فيرب سي ديجيزي على طول من غير ادجكتيف. تمام، هستخدم فيرب سي ديجيزي على طول ومعناها اه، برضو بعديها اه، برضو بعديها المهنه والوظيفه، يعني فالنتين سو ديجيز ان انفيرميير، يبقى هستخدم فيرب اتر واخلي ديجيزي ده ادجكتيف بالنسبه لي، يا اما هستخدم فيرب سو ديجيزي على طول. تمام، طب انا عشان اسال على التنكر بتاع حد هقول ايه، هقول كالي لو ديجيزمون دو فالنتين مثلا، او سيكوا لو ديجيزمون دو كذا، يبقى هقول كالي لو كذا يا اما سيكوا كذا. تمام كده، يبقى ايه احنا خلصنا البارت دي. طب اجي بعد كده على الاكتيفيتي، هو هنا طالب مني المفروض ان انا اشوف كل واحد من دول الديجيزمون بتاعه ايه بالظبط، هو سوديجيز اون ايه بالظبط. طب اول واحد مطلوب مني هنا هو بيير، تعالوا نشوف بيير كده سوديجيز اون ايه. هو ماسك هنا في ايده البتاعه اللي هي بيزقوا بيها الورد دي، تمام اهي، وبتنقط ميه، يبقى ممكن يكون هو بتاع ورد، يبقى ايه اسمه ايه بتاع الورد، فلوريست، يبقى ممكن يبقى بيير ايه فلوريست. تمام، اللي هو بتاع الورد. نيميرو دو، تعالوا نشوف نيميرو دو هو طالب مني ايه هنا. نيميرو دو هو طالب مني فيكتوار. تمام، تعالوا نشوف دي فيكتوار سو ديجيز اون ايه بالظبط، فين فيكتوار اهي. بتغني، بتغني يبقى شانتوز، يبقى شانتوز. تعالوا ننزل نشوف هي بتعمل ايه، نكتب شانتوز. شانتوز
تمام. طب تعالوا نشوف نيميرو 3، هو بيتكلم عن لوسيل. لوسيل ايه بالظبط، بتعمل ايه؟ لوسيل كانت طباخة، يبقى كويزينير. كويزينير، زينير، تمام. تعالوا نحط الاو اكسان، كويزينير. طيب تعالوا نشوف نيميرو 4، عايز مين بالظبط هنا؟ نيميرو 4 هنا هو بيتكلم عن مارتان، تمام. تعالوا نشوف مارتان سو دي جيز اون ايه بالظبط. مارتان ماسك طيارة في ايده، يبقى بيلوت، يبقى طيار، يبقى بيلوت، تمام. نيميرو 5 ممكن اشتغلها هنا، عشان طبعا ترتيب الصفحات كده كله هيبوظ اصلا. نيميرو 5 تعالوا نشوف هنا بيتكلم عن مين. هنا بيتكلم عن لوكاس. لوكاس، لوكاس فين لوكاس؟ اهو طبيب بيطري، فيترينير، فيترينير، تمام. فيترينير، تمام، دكتور بيطري، اوكي، فيترينير. طيب تعالوا نشوف اخر حد خالص مين. نيميرو 6، تمام. تعالوا نشوف مين اخر واحد، هو هي فالنتين. فالنتين انفيرميير، عشان ماسكه حقنه في ايديها، انفيرميير، تمام. كده يبقى احنا خلصنا الاكتيفيتي ده. تعالوا نشوف اللسون الجديدة برضو هنا بتاعت جرامير، فيها البروفيسيون والاكتيفيتي بتوعها. ممكن افوت الباش دي عادي. البروفيسيون والاكتيفيتي يعني كل مهنة ايه الحاجة اللي هو بيمارسها او ايه الحاجة اللي هو بيعملها. طبعا دي لازم مهمة جدا جدا، عشان معظم الوقت بتيجي كمان في السيتيواسيون. زي مثلا لو بروفيسور، البروفيسور بيعمل ايه؟ اكسبليك للسون، يعني بيشرح الدروس. لو بومبيي اللي هو رجل المطافي، ايتان ليزانسوندي، يعني بيطفي الحريقة. لاكتور الممثل، جو دي رول دون لي فيلم، بيمثل ادوار في الافلام. لو فوتوغراف اللي هو المصور، برون دي فوتو بياخد صور، او برون اون فوتو يعني برضو بيصور. لو ميدسان الدكتور، اكزامين اسواني لي مالاد بيفحص ويعالج المرضى. لو دونتيست دكتور السنين، سواني لي دون بيعالج الاسنان. لو فيترينير اللي هو دكتور البيطري، سواني لي زاليمو بيعالج الحيوانات. لو فارماسيان الصيدلي، بريبار اي فون لي ميديكامون بيحضر وبيبيع الادويه. لو جورناليست الصحفي، اكري دي زارتيكل دون زان جورنال بيكتب مقالات في الجورنال. لانفيرميير الممرضه، اد لي مالاد اي لو ميدسان بتساعد المرضى والدكاتره. لو فوندور البياع، فون دي زارتيكل دون زان ماجازان بيبيع بضائع في المحل بتاعه او في المحل. هنا لو كوافير المصفف الشعر او الكوافير، كوب لي شوفو بيقص الشعر. لو فلوريست اللي هو بياع الورد، فون لي فلور بيبيع ورد. لو كويزينيي الطباخ، في دي بلات ديليسيو بيحضر اطباق شهيه. لارتيزان اللي هو الحرفي، في دي ترافو مانيوال او دي براسلي بيعمل اعمال يدويه زي ايه؟ الغوايش مثلا. لو كوميديان ممثل الكوميدي، في تياتر او الكوميديان ده كمان بيتقال على الممثل اللي بيمثل في المسارح، في دو تياتر بيعمل مسرحيات. لو بولانجري الخباز، في دو بان اي دي كرواسون بيعمل عيش و وكرواسون يعني. بيلوت الطيار، بيلوت لافيون او كوندوي لافيون يعني بيسوق الطياره. لو ديسيناتور الرسام، في دي ديسان بيعمل رسومات. لو بانتر الرسام بس بالايه اللي هي التابلوهات اللي هي اللي بتتعلق على الحيطان، بان دي تابلو بيرسم لوحات. لانفورماتيسيان في دي بروجرام دي انفورماتيك اللي هو اللي بتاع الاي تي او اللي ليه علاقه باعمال الكمبيوتر، بيعمل بروجرام ايه على الكمبيوتر. اخلي بالي من حاجه مهمه جدا جدا جدا، لو انا هقول مهنه وهستخدم فيها فيرب اتر، ممكن اقول مون بير اي بروفيسور، بابايا مدرس، وممكن اقول مون بير ايتان بون بروفيسور. طب ايه الفرق ما بينهم؟ انا هنا حطيت وصف ان هو ايه
مدرس جيد جدا. لو انا عايزه اقول مدرس وخلاص هقول ايه بروفيسور من غير اي ادوات، لكن لو عايزه اقول ان هو جيد او عايزه اوصفه هقول او هحط او ان او دي او وصف او ارتكل الاول وبعدين الوصف وبعدين المهنه. تمام. طيب ممكن احدد اقول سي على طول، سي تن فيترينير، ده طبيب بيطري. وممكن استخدم فيرب ترافاي اللي هو ايه، يشتغل او يعمل. ممكن اقول مون بير ترافاي ا لوبيتال، بابايا شغال في المستشفى. تمام، ده لو انا عايزه اقول مش المهنه بقى، اقول المكان اللي هو بيشتغل فيه على طول، هستخدم فيرب ترافاي. تمام. طيب تعالوا نعمل الاكسرسيس اللي على الحته دي اهو. برضو هنا انا هحتاج منكم ان انتوا تبصوا هنا في صفحه 162، الناس اللي معاها الكتاب تفتح معايا الكتاب على الصفحه دي. الناس اللي مش معاها الكتاب محتاجه تعمل بوز للفيديو علشان خاطر تنقل البورت دي، عشان هننزل نفتح في صفحه وورد او هنكمل في صفحه الوورد على اللي المفروض كنا بنعمله هنا. تمام، تعالوا نفتح مع بعض كده، نجيب الصفحة الأخيرة اللي كنا شغالين فيها ونقرأ واحدة واحدة نشوف فيها ايه بالظبط اهي. طيب تعالوا نشوف هنا الاكتيفيتي دي اللي هي بتاع صفحة 162. بيقول لي هنا، بيقول لي ايه السواني ده، طبعا هو مطلوب مني هنا ان انا اكتب البروفيسيون، هو بيقول لي الاكتيفيتي بتاعه وانا اكتب البروفيسيون اللي موجودة. بيقول لي ايه السواني لزانيمو، مين هو اللي بيسواني الانيمو، مين هو اللي بيعالج الحيوانات، يبقى لي فيترينير. فيترينير، تمام. طبعا انا محتاجة هنا بس الايه الكيبورد بتاعي الفرنسي. فيترينير، تمام، ده اللي هو ايه الطبيب البيطري. نكمل مع بعض على طول. بيقول لي ايه هنا، هنا في نيميرو دو بيقول لي il travaille dans un hôpital mais il n'est pas un médecin. بيشتغل في مستشفى بس هو مش دكتور، يبقى ممرض اكيد، يبقى il est infirmier. il est infirmier. تمام. نيميرو 3 بيقول لي il fait des plats délicieux. il est بيعمل اطباق شهيه جدا، يبقى الطباخ اللي هو الكويزينيير. تمام. نيميرو 4 بيقول لي il peint des tableaux sublimes. il est بيرسم لوحات او بيعمل لوحات، يبقى هو بينتر. تمام. نيميرو 5 بيقول لي ال كوب لي شوفو الي، طبعا لازم اخلي بالي من ال والال، لو ال يبقى انا بكتب المهنه الماسكولينه، لو بالال يبقى لازم اكتب المهنه الفيمينه. ال كوب لي شوفو طبعا هو ده الكوافير، تبقى هنا هتبقى كوافوز عشان انا بتكلم عن بنت هنا. تمام، بتقص الشعر. نيميرو 6 بيقول لي ال ترافاي دون زان تياتر، يبقى ايه كوميديان، بتشتغل في المسرح، يبقى هتبقى كوميديان. اوكي. نيميرو 7 بيقول لي il prend des photos de la nature، بياخد صور للطبيعة، يبقى هو فوتوغراف. تمام. نيميرو 8 بيقول لي il enseigne les mathématiques aux élèves، بيدرس ماس للولاد، يبقى ده ايه il est professeur طبعا. تمام. نيميرو 9 هنا بيقول لي il pilote un avion، بيسوق طيارة، يبقى طبعا بيلوت. نيميرو 10 بيقول لي il éteint les incendies، يبقى إليه بيطفي الحرايق، يبقى pompier. تمام كده احنا خلصنا الاكتيفيتي ديت. تعالوا نشوف فيرب فير هنا بيعمل معايا ايه بالظبط. طيب ايه، نطلع فوق كده نشوف فيرب فير اهو. ثانيه واحده اهو. لو فيرب فير، فيرب يعمل او يفعل او يمارس. ايه هو فيرب فير؟ تو دو مثلا بالانجلش. تمام، يمارس كذا او يعمل كذا او يفعل كذا. بقول في جو في، tu fais، il elle fait، nous faisons، vous faites، il avec s elle avec s font. تمام، تاني je fais، tu fais، il elle fait، nous faisons،
vous faites, il avec s, elle avec s, font. طب عشان اتكلم عن أنشطة بنمارسها أو مهارات بنعملها بستخدم فيها verb faire، بس لازم أحط أداة تجزئة اللي هم مين؟ اللي هم دو، دو لا، دو ال أبوستروف ودي، تمام؟ وبعدين النشاط اللي أنا بعمل بيه. دو لو النشاط اللي أنا بعمله ده ماسكولان، دو لا لو النشاط ده فيمينان، دو ال أبوستروف لو بادئ بحرف فويل، ودي لو هو إيه؟ جمع. زي مثلا جو في دو ديسان، بعمل رسم أو بمارس إيه؟ نشاط الرسم، تمام؟ كلمة ديسان ماسكولان عشان كده أخدت دو. جو في دو لا كورس، تمام؟ بعمل سباق أو بمارس إيه؟ رياضة السباق. كورس من ضمن الحاجات الفيمينان فهتاخد دو لا. اسكالاد يبقى أخدت دو ال أبوستروف. فوتو لو أنا بصور فوتو يعني هتاخد دي، تمام؟ إيه لو انا عايزه اسال عن المهنه او النشاط وبستخدم فيه فيرب فير بعمل ايه؟ مثلا كاسكو تون بير في، باباك بيعمل ايه؟ بيعمل ايه يعني مهنته ايه؟ او تون بير في كوا، مهنه باباك ايه او باباك بيعمل ايه؟ ساعتها هرد اقول ايلي بروفيسور مثلا او ايلي اي مهنه. كاسكو لو ميدسان في، الدكتور بيعمل ايه؟ يبقى كده انا بسال على الايه؟ النشاط اللي الدكتور بيقوم بيه، يبقى الاجابه هتبقى نشاط الدكتور بيقوم بيه اللي هو ايل سواني لي مالاد، بيعالج المرضى. كاسكو تو في سو ويك اند، هنا معناه انت بتعمل ايه او ايه النشاط اللي انت بتقوم بيه في خلال ايه؟ فتره الويك اند. يبقى جو في دو باتان اون جلاس، بعمل ايه؟ باتان بالتلج، تمام؟ يبقى كده انا يا اما بسال بيها عن المهنه او بسال بيها عن طبيعه العمل، الاكتيفيتي اللي بيعمله الشخص الفلاني او النشاط اللي انا بقوم بيه في العموم، تمام؟ يبقى انا بستخدم فيرب فير بكذا طريقه وبكذا اسلوب. تعالوا نعمل اكزرسيس هنا عن فيرب فير لوحده تصريفه، طبعا مش قادره اقول لكم، اكيد تصريفه مهم جدا يتحفظ، وهو فيرب من الفيربات السهله قوي اللي اكيد متاخده مليون مره قبل كده. طب ساره اموا نو، نو طبعا مع فيرب فير هتاخد فيزان اللي هي الاجابه نيميرو ا. كال سبور تو، تو في، في بالاس، جو تو بياخدوا في بالاس اللي هي الاجابه نيميرو دي. فو كوا لو ويك اند، فو فات، تمام اجابه نيميرو دي برضو. او بتتعامل معامله النو كمعنى، بس بتتعامل معامله الايل والالف التصريف، الايل والالف التصريف بياخدوا في بس اخرها تي اللي هي ايه؟ نيميرو سي، تمام. جو، جو في طبعا، في بالاس اجابه نيميرو ا. لي زيليف، لي زيليف لو شلتها في دماغي هحط ايل افيك اس، ايل افيك اس يبقى هحط فان اللي هي الاجابه نيميرو بي. ما مير يعني ال مع فيرب فير بتاخد ال في بالتي الاجابه نيميرو دي. تو، تو، جو تو بياخدوا في بالاس يبقى الاجابه نيميرو ا. ايل افيك اس زي ما قلنا فوق يبقى تاخد فان اللي هي الاجابه نيميرو سي، تمام. طيب هنا الاكزرسيس برضو ليه علاقه بالبارتي بتاعت فيرب فير، بس المره دي انا هحط الارتيكل بارتيتيف قدام الحاجه. هنا بيقول لي جو في، كلمه ناتاسيون كلمه فيمينه هتاخد دو لا ناتاسيون اللي هي الاجابه نيميرو سي. ميشيل في فوتبول، كلمه فوتبول كلمه ماسكولين يبقى هتاخد الاجابه نيميرو سي برضو اللي هو دو فوتبول. فو فات فوتو، فوتو كلمه بلوريال فهتاخد دي فوتو اللي هي الاجابه نيميرو بي. لارتيزان في ترافو مانويل، ترافو مانويل كلمه فيمين كلمه بلوريال سوري فهتاخد دي اللي هي الاجابه نيميرو دي. نو فيزون فيلو، فيلو كلمه ماسكولين هتاخد دو فيلو الاجابه نيميرو ا. ال افيك اس فون جاتو ديليسيو، كلمه بلوريال هتاخد دي جاتو ديليسيو الاجابه نيميرو دي. جو في باتان ا غلاس، تمام كلمة باتان أجلاس كلمة ماسكولين فهتاخد دو باتان أجلاس الإجابة نيميرو أ. إيل أفيك إس فون تياتر، كلمة تياتر كلمة ماسكولين فهتاخد إي دو تياتر الإجابة نيميرو إي دي، تمام. تعالوا ننزل تحت كده، ده حاجة ليها علاقة بالفوناتكس بالأصوات. فبيقول لي سون إيجريك أو يو، ده لو أنا بقول إيه الصوت اللي هو بيطلع زي حرف الاو بتبقى واضحه فيه، زي تو، دو، سالو، فواتور، سود، تمام. لكن هنا بيطلع زي الاو، زي الاو لو انا بعمله مع الاو يو لما الاتنين بيتدمجوا مع بعض يعني ما بيبقاش لوحده، هتبقى فو، او، او برضو، بولانجي، توجور، بونجور، كوزان، بوكو. يبقى لو الاو جت لوحدها هتيجي تتنطق او، لكن لو جت الاو والاو بتتنطق او بس، تمام. ده بس دي معلومه علشان الكتاب كان حاططها كمان
ومعلومة كويسة ليكوا علشان تبقوا عارفين طريقة النطق ازاي. طيب كده احنا خلصت بارتي الجرامير اللي موجودة هنا في اللسان دي، هدخل على بارتي الكوميونيكي على طول. اكيد برضو هيتكلم عن المهن، بما ان اللسان كلها بتتكلم عن المهن. بيقول لي هنا pour demander la profession، عشان اسأل عن وظيفة او المهنة. quelle est la profession de ton père، ايه هي مهنة باباك؟ هيقول مثلا إلي بيلوت او إلي اي حاجة. تمام، هنا مثلا كاسكو فوفات مدام، بتعملي ايه حضرتك او مهنتك ايه؟ جو سوي ميدسان، انا دكتوره. طب علشان اسال عن طبيعه العمل، طبيعه العمل اللي هي الاكتيفيتي اللي بيقوم بيها الشخص. كالي لا ناتور دو ترافاي دو ميدسان، ايه هي طبيعه عمل الدكتور؟ فهيرد يقول له اكزامين اسواني لمالاد، بيفحص ويعالج المرضى. تمام، طيب تعالوا ننقل برضو كده. بارتي الكوميونيكي خلصت، هننقل على بارتي السيتواسيون اللي هي البارت بقى اللي ليها علاقة بالشرح. الردود المتنوعة لنفس السيتواسيون هو هو. تمام، تعالوا نشوف هنا بيقول لي ايه في السيتواسيون. هنا بيقول لي في اول واحدة tu demandes à ton copain le travail de son père، tu dis، بتسأل حد من أصدقائك عن عمل باباه، فبيقول بتقول له كل دي أسئلة ليها علاقة بمهنة باباك إيه. quelle est la profession de ton père، إيه هي مهنة باباك. quel est le métier de ton père، كلمة métier و profession هي هي نفس المعنى، métier يعني عمل برضو. و quel est le travail de ton père، برضو profession و métier و travail التلاتة بيأدوا نفس معنى كلمة عمل. و qu'est-ce qu'il fait ton père، إيه هو برضو الباباك بيعمله أو إيه هو عمل. تمام، نيميرو 2 pour demander à ton ami sa profession souhaitée étudie، عشان تسأل صديقك على المهنة اللي هو بيتمناها بعد كده. فبتقول له qu'est-ce que tu aimes être au futur، ايه هي اللي انت ايه اللي انت تحب تعمله في المستقبل. ta profession souhaitée c'est quoi، مهنتك اللي بتتمناها هي ايه. quel métier tu souhaites être، ايه هو العمل اللي بتتمنى انك تبقى ايه. تمام، نيميرو 3 هنا بيقول لي tu demandes à ton copain son métier préféré، il dit، بتسأل صديقك عن مهنته المفضلة، فهو بيرد يقول لك je souhaite être médecin، انا اتمنى اكون دكتور. ما ينفعش اقول إلي médecin على طول او je suis médecin على طول، انا دلوقتي لازم استخدم فيرب سويتي اللي هو الأمنية، لاني اوريدي انا مش كده. او بيلوت، طيار، سي ما بروفيسيون سويتي، هي دي المهنه اللي انا بفضلها. يبقى ممكن اذكر المهنه وبعد كده اقول ايه ان دي المهنه اللي انا ايه نفسي فيها. نيميرو 4 tu demandes à ton oncle ce que le photographe، بتسال عمك او خالك عن الفوتوغرافر ده بيعمل ايه. فبيقول لك il fait des photos، بيعمل بيصور صور. il prend des photos بنفس المعنى برضو. il photographie، استخدمت كلمه فوتوغرافي او الفيرب فوتوغرافي، بيصور les personnes les objets، الاشخاص والاشياء. تمام، نيميرو 5 بيقول لي هنا ton petit frère، pardon، تعال نطلع. ton petit frère te demande la nature du travail de pompier، اخوك الصغير بيسالك عن طبيعه عمل الرجل المطافي. il dit، فبيقول لك qu'est-ce que le pompier fait، بيعمل ايه رجل المطافي. quelle est la nature du travail du pompier، ايه هي طبيعه عمل الرجل المطافي. او le pompier fait quoi، او الرجل المطافي بيعمل ايه. كلها نفس المعنى. نيميرو 6 tu demandes à ton père la nature du travail du vétérinaire، il dit، بتسال باباك عن طبيعه عمل دكتور البيطري، فبتقول له il dit، فهو سوري بيقول لك il s'occupe des animaux، بيهتم بالحيوانات. il travaille avec les animaux، بيعمل مع الحيوانات. il examine et soigne les animaux، بيفحص وبيعالج الحيوانات، وكلهم بنفس ايه المعنى تقريبا. numéro 7 un ami te demande ce que le cuisinier fait، tu dis، صديقك بيسألك هو الطباخ بيعمل ايه، فبتقول له il prépare les repas، بيحضر اطباق. il cuisine dans un restaurant، بيطبخ في مطاعم. و il fait des plats délicieux، بيحضر وجبات لذيذة. نيميرو 8 بيقول لي ton ami te demande ce que tu fais pendant le weekend، tu dis، صديقك بيسألك ايه هي الحاجات اللي انت بتعملها في خلال الويك اند، فبتقول له je fais des photos، بصور صور. je fais du vélo، بركب عجل. او je fais في او سينما، او بروح السينما. تمام، وبكده يبقى احنا خلصنا بارتي السيتواسيون. نيجي للايميلز والسوجي. بارتي البرودوير بيقول لي ايه في الايميل. سالو، كو في تون بير دون لا في، كالي لا ناتور دو سون ترافاي، اي او ايل ترافاي. هاي،
Que fait ton père dans la vie? باباك بيعمل ايه في الحياة؟ يعني مهنته برضو. Mon père est boulanger. بابايا خباز. Quelle est la nature de son travail? ما هو طبيعة عمله؟ Il fait du pain et des croissants. بيعمل pain و croissant. بيعمل ايه؟ عيش و croissant. Et où il travaille? وبيعمل فين؟ Il travaille dans une boulangerie. بيعمل في ايه؟ في مخبز. A plus. طيب تعالوا نشوف السوجي التاني. بيقولي سالو، برضو الرد بسالو. تو في كوا لو ويك اند؟ هتعمل ايه خلال الاجازة؟ لو ويك اند جو في او سينما، رايح السينما. بور كوا ولي؟ بور ريغاردي ان نوفو فيلم، عشان اتفرج على فيلم جديد. اي كال بروفيسيون تو ام اتر اون بلو تار؟ ايه هي المهنة اللي بتفضلها بعدين؟ جيم اتر اكتور او فيتور، عايزة ابقى ايه، ممثل في المستقبل. اورفوار، الرد كان عليها باورفوار. طب تعالوا نشوف طبيعة السوجي هنا عبارة عن ايه. بيقولي parle des professions souhaitées de quatre de tes copains. اتكلم عن مهن اللي هي مستقبلية لأربعة من أصدقائك. روبير، هتكلم عن روبير. ام اتر دونتيست بور سوانيي لي دون، عايز يبقى دكتور أسنان عشان يعالج السنين. كلود، بريفير اتر جورناليست بور اكرير ديز ارتيكل. كلود تتمنى ان هي تبقى صحفية علشان تكتب مقالات. ماتيلد سويت اتر انفيرميير بور ادلي ميدسان الي مالاد. ماتيلدا عايزه تبقى ممرضه علشان تساعد الدكاتره والعيانين. وماري ام اتر فيترينير بور سوانيي لي مالاد. ماري عايزه تبقى دكتوره بيطريه عشان تعالج الحيوانات. السوجي التاني هنا بيقول لي parle du métier de ton père، اتكلم عن مهنة باباك. هقول هنا mon père est professeur de français، بابايا مدرس فرنسي. il travaille dans un lycée، بيشتغل في مدرسة ثانوي. il explique les leçons aux élèves، بيشرح الدروس للطلبة. il aime beaucoup son travail، وبيحب عمله جدا. je souhaite être professeur comme mon père، اتمنى اكون مدرس زي بابايا. تمام كده احنا خلصنا برضو بارتير برودوير. ابتدي بقى ادخل في البارتير بتاعت الاكزرسيس، بس اللي ليها علاقة بالفوكابولير بتاع المرة اللي فاتت. تمام تعالوا نشوف هنا ده ديالوج ما بين كلارا وليزا. تعالوا نشوف بيقول هنا ايه. كالي لا بروفيسيون دو تامير، ايه هي مهنة مامتك؟ ما مير اي فوتوغراف، مامتي مصورة. تيان ما مير اوسي اي فوتوغراف اي ما جران مير اي ميدسان، مامتي انا كمان مصورة وجدتي ايه دكتورة. ابا مون جران بير اوسي اي ميدسان، وانا كمان جدي دكتور. اي ما مير اي فارماسيان، ومامتي صيدلانية. او مون جران بير اي توسي فارماسيان، وجدي انا كمان دكتور صيدلي. اي تون اونكل كاسكيل في، وعمك بيعمل ايه؟ الي فوندور، بياع. تاتونت اوسي اي فوندوز، وانتي كمان خالتك او عمتك بياعة صح؟ وي اي ماسور اي ديسيناتريس، و اختي ايه؟ رسامة. تمام تعالوا نشوف بقى، عشان انا تهت كده في كل المهن اللي موجودة دي. كلارا وليزا بيتكلموا عن ايه؟ طبعا هما بيتكلموا عن البروفيسيون اللي هي المهن. الاجابة نيميرو اه. لا مير دو ليزا ايه؟ مامة ليزا هي مين؟ بتعمل ايه في حياتها؟ تعالوا نشوف كده. ليزا مامير اي فوتوغراف، مامتها فوتوغراف. الإجابة نيميرو سي. دو كلارا اي فارماسيان، مين اللي فارماسيان؟ جران بير جدها، اللي يبقى له جران بير دو كلارا اي فارماسيان. طب لا تونت دو ليزا، لا تونت دو ليزا هي كمان، هي كانت ماسور اي، ما يبقى تونت اي فوندوز، عمتك يبقى هي ايه؟ عمتك او خالتك يبقى فوندوز، يبقى بيشتغل في ماجازان، في محل. تمام تعالوا نشوف بعد كده بيقول لي ايه. هنا بيقول لي بقى دي تكست بيقول لي فيها يو. تعالوا معلش نطلع كده ثانيه. اهي بيقول لي جودي افنتور ترونت، الساعه 20:30، يعني 8:30. لزامي دو داميرا سونت شيزيل بور فيتي سون انيفرسير، صحاب أميرة راحوا عندها البيت عشان يحتفلوا بعيد ميلادها. ألفي اون فيت ديجيزي أسا ميزون، عملت حفلة تنكرية في بيتها. أميرة أدور لي زانيمو، أميرة بتحب الحيوانات جدا. ألي ديجيزي اون فيترينير، اتنكرت في زي دكتورة بيطرية. ندى أم لا كويزين، وندى بتحب المطبخ. ألي ديجيزي اون كويزينير، اتنكرت في زي طباخة. شادي اي ديجيزي اون فوتوغراف، وشادي اتنكر في زي
مصور باسكو الامبروندري اون فوتو بيحب يصور تامر ايديجي زي اون انفيرميي وتامر اتنكر في زي ممرض il aime aider les malades عشان بيحب يساعد المرضى. لا فيت ايه الحفله فين؟ يبقى شيء اميره عند اميره لان ده اصلا حفله عيد ميلاد اميره. لا فيت كومونس الحفله هتبدا طبعا بما اني قلت فينتور وكده يبقى ايه بالليل يبقى لو سوار الاجابه نيميرو سي. شادي ايديجي زي تعالوا نشوف شادي اتنكر في ايه. شادي ايديجي زي اون فوتوغراف يبقى اتنكر في زي ايه فوتوغراف. تامر ام ايدي تامر بيحب يساعد مين؟ لي مالاد اللي هم المرضى الاجابه نيميرو دي. تمام تعالوا نشوف الباج اللي بعدها على طول بيقول لي شوازي برضو برضو ليها تكست ليها علاقه بالفوكابولير بتاع المره اللي فاتت بيقول لي كال بروفيسيون فوزامي اتر ايه هي المهنه اللي بتحب تبقى في المستقبل يعني. رانا كانزان رانا عندها 15 سنه قالت جيم اتر بيبليوتيكير عايزه بقى امينه مكتبه. كارلا ليكتور سي ما باسيون عشان القرايه دي اكتر حاجه او شغفي اكتر حاجه بحبها. يوسف دي سيتون يوسف 17 سنه قال جو بريفير اتر كويزيني بحب ابقى طباخ. على ميزون في البيت جو في دي بلا ديليسيو بعمل ايه اطباق شهيه جدا. ماتيلد 16 ماتيلد عندها 16 سنه جيم اتر انفيرميير كوم ما جراند سور عايزه ابقى ممرضه زي اختي الكبيره. ايدي لي مالاد سي لو ميور ميساج بور موا اني اساعد المرضى دي الرساله الايه الافضل بالنسبه لي. سي بيرسون بارل دو الاشخاص دي بتتكلم عن ايه طبعا لور سوي الحاجات اللي ايه اللي بيتمنوها. لا سور دي ماتيلد ترافايدون بما انها انفيرميري بتشتغل طبعا في مستشفى يبقى ان اوبيتال الاجابه نيميرو بي. رانا ام بوكو رانا بتحب جدا الايه الليكتور القرايه يبقى ايه لير اللي هي الفيرب نفسه بقى بتحب جدا القرايه. يوسف ام اتر يوسف عايز يبقى ايه كويزيني الاجابه نيميرو دي. تمام لي دو توجيمون شوازي لا بون ريبونس ده ايميل برضو ده ايميل والمفروض ان هو جاي لي على هيئه دوكيمو. بيقول لي هنا ايه بيقول لي دو انطوان اتياهو دوت كوم ا روبير ميشيل اتياهو دوت كوم من انطوان لروبير الاوبجي بروفيسيون سويتي المهنه اللي بيامل يبقى عليها يعني او المفضله او الحاجه اللي هو عايز يبقاها. ساليو هاي جو مابيل انطوان اسمي انطوان جابيت او سنتر فيل ساكن في وسط البلد مامير اي فام ارتيزان مامتي حرفيه لو ويك اند في خلال ال الاجازه جو في على فارماسي افيك مون بير بروح الصيدليه مع بابايا. جو سويت اتر فارماسيان كوم مون بير عايز ابقى صيدلي زي بابايا. اتوا كالي لا تا بروفيسيون سويتي وانت ايه هي مهنتك المفضله. انطوان بيقول انطوان بيعمل ايه سوبريزونت ولا ديكري لا فيل ولا انديك ان ترينير ولا ايدنتيفي دي زوبجي طبعا سوبريزونت بيقدم نفسه وبيقدم عيلته. العمر انطوان في مامت انطوان بتعمل ايه ترافو مانويل عشان هي ارتيزان بتعمل اعمال يدويه. انطوان دوموند ا روبير انطوان بيسال روبير او بي 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 بيسال روبير عن ايه العنوان سون ادريس ولا الكاركتر ولا شخصيته ولا سيت اكتيفيتي بوندون الويك اند ولا الحاجه اللي بيعملها في خلال الويك اند ولا سوميتي بريفيري ولا المهنه المفضله بالنسبه له. وطبعا ساله على المهنه يبقى نيميرو دي الاجابه نيميرو دي. لو بير دونطوان ده ايه جو في على فارماسي مع بابايا يبقى هو فارماسي. تمام انطوان عنده مين عنده فارماسي طبعا عشان هو صيدلي يبقى الاجابه نيميرو تمام وبكده يبقى احنا خلصنا المره دي الحلقه بتاعتنا النهارده. المره الجايه ان شاء الله هنشتغل الاكزرسيس على سيتياسيون على الجرامير وعلى البرودكسيون وهنشتغل الامتحانات كمان. طبعا يا شباب احب افكركم تاني بان احنا محتاجين دعمكم جدا جدا الفتره اللي جايه ديت بانكم تعملوا لايك للفيديوهات حتى الفيديوهات اللي ملهاش علاقه بيكم زي اولى ثانوي وثالثه ثانوي كمان وتعملوا شير لكل الناس اللي تعرفوها وتعملوا سبسكرايب للقناة علشان الكل يستفيد من الحاجات اللي احنا بنعملها مع بعض. لو انتوا بجد نفسكم تعملوا حاجة لينا يبقى دعمكم هو اهم حاجة في المرحلة اللي احنا فيها دي دلوقتي علشان احنا بنمر بمرحلة انتقالية زي ما بيقولوا في القناة.
فمستنية دعمكم، مستنية كومنتاتكم بالدفوار كمان يا شباب، مع ان النهاردة لا النهاردة مفيش دفوار، يبقى مستنية كومنتاتكم برأيكم في الحلقة، وان شاء الله المرة الجاية هيبقى في دفوار كتير جدا جدا جدا. اشوفكم الحلقة الجاية على خير. اورفوار.